حقل راما تقريبا، هو فيها تقريبا فيها الناحيه 18 حقل مكتشف جديد. بدات حيز استغلالها بطريقه عاجله في حوالي خمدينا في سنه 2016 بحوالي 5000 برميل في اليوم. اليوم الحمد لله مع استمرار عمليات حفر الابار وصلنا الى انتاج 45000 برميل في اليوم، لكن هدفنا ان شاء الله نبلغ حوالي 60000 برميل في شهر جويلية 23 لهذه السنه، والعمل كذلك لبلوغ اكثر من 80000 برميل في اليوم ان شاء الله في حدود 2026.